الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج أحكام التلاوة، هذا البرنامج الذي نعيش فيه مع القرآن الكريم. يقول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. وصلنا في ختمتنا إلى الآية 57 من سورة المؤمنون، الجزء الثامن عشر. الجزء الثامن عشر. نفتح المصاحف على سورة المؤمنون والآية 57، ومعنا أهل القرآن بارك الله فيهم، نستمع لتلاوتهم ونعلق عليها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في هذه الآية كلمة يؤتون، الهمزة ساكنة وقبلها ضم، وقبلها إيه؟ ضم. بعض الناس يقول يأتون، لا، لو كانت يأتون لوجدنا الهمزة على ألف ولوجدنا الياء مفتوحة، لكن هي يؤتون بهذه الكيفية. كلمة آتوا، كلمة آتوا طبعا أولها مد بدل، أولها مد بدل بمقدار حركتين. بعض الناس يقول أتوا، وهذا خطأ، وهذا خطأ. يبقى يؤتون ما آتوا، ما آتوا بهذه الكيفية. ولا بد أن نفرق بين أتى وآتى. يعني أتى ثلاث حروف، همزة وتاء وألف، إنما آتى أربع حروف، همزة وألف وتاء وألف. آتى بمعنى أعطى، وآتى المال على حبه ذوي القربى، إنما أتى بمعنى أخذ أو جاء. فهنا تقرأ آتوا. طيب، آتوا آخرها واو لينة، وقلوبهم أولها واو، لا بد من إدغام الواو الساكنة في الواو المتحركة، تصير هكذا: يؤتون ما آتوا وقلوبهم. يبقى أدغمنا الواو الساكنة في الواو المتحركة. وطبعا الألف بينهما زائدة، الألف عليها الصفر المستدير زائدة. كلمة هنا أيضا بعض الناس يعني يدغم لكن مع تشديد، يقول آتوا وقلوبهم، ويأتي بغنة، يعني لا مكان للغنة هنا. آتوا وقلوبهم، آتوا وقلوبهم، عصوا وكانوا بهذه الكيفية، آووا ونصروا. كلمة وجلة لا بد من كسر الجيم، بعض الناس يقول وجلة، فيعني الجيم مثل الساكنة، لا، الجيم هنا مكسورة، وجلة، وجلة، لا بد من نزول الفك السفلي عند هذه الجيم كما شرحنا في أحكام التلاوة. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا ضم اللام جيدا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون بين العين يعمهون للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كلمة وعدنا بارك الله فيكم يعني لابد من ضم الواو جيدا ثم كسر العين يعني بعض الناس يكسر الواو وده خطأ لقد وعدنا الواو مضمومة العين مكسورة الدال ساكنة نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن ولا يجار رقق الجيم والألف وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه لا نبالغ في الهمس ثقلت فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم تضحكون في كلمة فاتخذتموهم لابد من إظهار الذال من التاء هكذا فاتخذتموهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
تعلمون بين العين تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بتلاوتنا لهذه الآية المباركة نكون قد وصلنا لنهاية سورة المؤمنون ولنهاية حلقتنا من برنامج أحكام التلاوة. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.